بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من رساله بولس الرسول لاهل كورنثوس الثانيه الاصحاح السادس، بركته على جميعنا امين. ولسنا نجعل عثره في شيء لئلا تلام الخدمه، بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اتعاب، في اسهار، في اصوام، في طهاره، في علم، في اناه، في لطف، في الروح القدس، في محبه بلا رياء، في كلام الحق، في قوه الله، بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم، فجزاء لذلك أقول لكم كما لأولادي كونوا أنتم أيضا متسعين. نعمة الله الآب تحل علينا أمين. هنا معلمنا بولس الرسول بعت للكنيسة اللي في كورنثوس بيقول لهم لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، فبيقول أنا بوضح كل شيء من أجل أن الخدمة ما يكونش فيها عثرة. فكل حاجة بيقول أنا بتكلم، مش بتكلم من أجل ذاتي، ولكن أنا بتكلم من أجل بنيان الكنيسة ومن أجل بنيان الخدمة. لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. بولس الرسول بيقول أن الخدمة دي مش مجرد عمل أو مجرد وظيفة الإنسان بيأديها، ولكن الخدمة دي محبة. لو كنت أنا بشتغل ساعات عمل معينة وأنا بأدي وظيفة فما يهمنيش النتيجة بعدين، لكن أنا بأدي شغلي في خلال ساعات العمل. ولكن بولس الرسول يقول إحنا بنقدم خدمة من أجل ربنا، فالخدمة هنا بيقول ده عمل داخلي أكتر ما هي عمل خارجي. أما تيجي تكلم بولس الرسول بيقول إحنا بنظهر أنفسنا كخدام في صبر، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في أتعاب، في أصوام، في أناه، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء. طب الخدمة هي إيه؟ يقول الخدمة هي محبة. الإنسان اللي بيخدم ده إنسان بيحب، ده إنسان مش موظف ولا إنسان بيشتغل لساعات معينة، ده إنسان بيحب. ومحبته دي في ناحيتين، أنا بحب ربنا أم بخدم ولاده، وبحب ولاده فبوصلهم لربنا. فأنا محبتي لها شقين، محبة لربنا ومحبة لولاد ربنا. أنا بحب ربنا حب يملى القلب، فعشان كده من محبة ربنا اللي بتملى قلبي أنا بحب كمان ولاده الصغيرين اللي موجودين معايا. لكن أنا بحاول أوصل لهم حب ربنا اللي في قلبي عشان كلهم يحبوا ربنا زي ما أنا بحبه، زي ما علمنا يوحنا الرسول ما بيقول الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي لمسته أيدينا نخبركم بيه. ايه يا يوحنا؟ يقول انا علاقتي ومحبتي لربنا محبة عملية، انا بسمع ربنا وبشوف ربنا وبلمسه بايديا، فانا بنقله ليكم لكي يكون المحبة التي فيا فيكم، زي ما انا ما بحبه انتوا كمان تحبوه. فانا بكلمكم عن علاقة او محبة اختبارية، الذي سمعناه، الذي رأيناه، الذي لمسته أيدينا نخبركم به، عشان يكون نفس الحب اللي فيا فيكم، محبة اختبارية. فأنا عايز أقول الإنسان اللي بيخدم من كلام بولس الرسول
ان يقول في محبة بلا رياء، فالخدمة هي نتيجة طبيعية لشيء اعظم من الخدمة. الخدمة ده شيء نتيجة لكن مش هي الاساس. الاساس في حب، فالحب ده كبير قوي وانا من خلاله بخدم، لكن انا ما جيش اخد النتيجة وهي اللي تبقى الاساس. الاساس هو الحب، والنتيجة اللي طلعت منها ان انا بخدم. عشان كده لو نسأل ايه هو الخادم وايه هي الخدمة، يقولوا الخادم ده حب ربنا، والخدمة دي شهوة في قلب الخادم. انسان جواه شهوة، انا بحبك يا رب وبشتهي ان كل الناس يحبوك زي انا عرفتك، بشتهي كل الناس يعرفوك زي ما بولس الرسول عرفه، يوحنا الحبيب عرفه. وما اقول له المعرفتك بربنا لايه، يقول مش معرفة السماع او معرفة الكلام ولكن معرفة اختبارية. فانا جاي اكلمكم عن معرفة اختبارية للي سمعته واللي شفته واللي لمسته بايدي. قوم يجي واحد يقول لي عرفنا ربنا بالعقل، اقول له حبيبي عقلك المحدود ده يعرف ايه عن ربنا الغير محدود؟ لكن احنا لما بنعيش مع ربنا نختبره، وهي دي مستوى المعرفة اللي اعلى من مستوى العقل، معرفة نقول عنها معرفة اختبارية. واذا شفنا المسيح للمجد خدم ازاي، هنلاقي نفس الكلام في خدمة رب المجد. خدمته هي ايه؟ هي حب. الخدمة حب، والخدمة اللي خدمها لينا نتيجة الحب، لكن مش هو اساسا نزل من السماء عشان يخدمنا، لكن يقول لنا وهو لسه في السماء هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يعني البذل تم بعد ايه؟ حب، نتيجة حب. طب والخدمة نتيجة حب، احب خاصته الذين في العالم، مش هو معاهم ده وهو فوق، احبهم حتى المنتهى، ومن اجل ذلك بذل نفسه من اجله. اما اجي اطالب واحد بخدمة باذلة، اطالب واحد بخدمة مضحية، اطالب واحد بخدمة تكون يعني على مستوى عالي من الكفاءة، يبقى لازم ده يكون نتيجة لحب كبير موجود في قلب الخادم. واللي عايز يكون له تأثير في خدمته لازم يكون في حب في خدمته. بدون الحب أنا مش مؤثر، بدون الحب أنا خدمتي مش مثمرة. على رأي ذهبي الفم يقول لا يخلص عن طريقك إلا من يحبك، لا يخلص عن طريقك إلا من يحبك. فهنا أنا عايز أوصل لمستوى عالي من الخدمة، مستوى عالي من التضحية، يبقى لازم الخدمة دي يكون الدافع ليها والعامل فيها هو الحب. المسيح جاء من السماء لحبه لينا، الآب أحبنا، المسيح طول رحلته على الأرض يقول لنا أحب خاصته حتى المنتهى. يعني اللي عامل في الخدمة هو الحب، اللي جابني من السماء هو الحب، الأساس في الخدمة هو المحبة. الخدمة زي ما هي حب كمان، إن كان الدافع ليها هو الحب فالخدمة كمان هي عطاء. إنسان بيدي، عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول إحنا بنخدم. الخدمة في الروح القدس في محبة بلا رياء، كمضلين ونحن صادقون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. الخادم ده تقول لي ما عندوش حاجة أبدا، أقول لك ده يملك كل شيء، عنده قدرة أن يدي، عنده قدرة. بطرس وبولس لما دخلوا يخدموا ما عندهمش حاجة، ما يملكوش شيء. فالإنسان الفقير اللي على باب الجميل قال له ادينا، قال له ليس لنا ذهب ولا فضة، لكن احنا بنملك اللي اكتر من كده، الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع قوم. هو يملك كل شيء، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كفقراء ونحن نغني كثيرين. ده لسان حال الخادم. الخادم مش فقير، حتى لو كان في الماديات ما عندوش،
حتى لو كان في المعلومات ما عندوش، لكن إنسان بالروح القدس زي الصيادين، تبص تلاقي بكلمة بسيطة يجيب سمك. مش متعلم ولكن عنده مواهب الروح القدس اللي هي تدي الغنى بصحيح. أما واحد يبقى عنده مواهب الروح القدس، عنده ثمار الروح القدس، وهو ما يملكش شيء، لابس هدوم مقطعة، هل الغنى في المظهر؟ لا، الغنى في الداخل، الغنى في عطية الروح القدس ليه، الغنى في العمق اللي هو مع ربنا. عشان كده ربنا بيقول له افغر فاك وأنا أملاك. التسع ربنا يديك. يقول واحد من الآباء، يقول كأن الواحد منهم ائتمن على مخازن أبيه، يفتح ويعطي لمن يشاء. ده خادم ربنا مع الخزنة السماوية، الخزنة الذهب، الخزانة الذهبية، مع مفتاح يفتح ويعطي لمن يشاء. يبقى في المظهر ان هو فقير، ولكن هو الانسان الغني اللي ربنا مئتمنه على الملكوت. فالخدمة دي عبارة عن خير متحرك، خير بيتحرك نحو الناس ونحو الله. فالخادم جاي من عند ربنا وبيخدم الناس، شغلته انه يوصل الناس لربنا، وهو طول حياته علاقته قوية جدا بربنا. إذا اتقطع الحبل اللي بيني وبين ربنا، استحالة وصل الناس لربنا. عشان كده شفنا كتير من الناس اللي خدموا، يجوا وقت تبص تلاقي التف الناس حواليهم هم كأشخاص، وبعد ما يمشوا تلاقي الناس دول ما وصلوش لربنا، انتفضوا، راحوا فين؟ أصل الصلة ما كانتش قوية، فالتوصيل ما كانش جيد. لكن شوفوا اللي في يوم 50، أما يقول لنا آمن 3000 نفس، وقفوا كده الناس كلهم، ماذا ينبغي أن نفعل أيها الرجال الأخوة؟ كملوا مشواركم معانا، إحنا دلوقتي آمنا. قالوا لهم طوبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع. إحنا شغلتنا نوصلكم ليسوع، زي ما بولس وقف وبرنابا ويقول له نحن عاملان مع الله، احنا شغالين مع ربنا. اللي بيخدم النفوس ما بيحب الناس وبتملكه الغيرة على الناس علشان يخلص نفوسهم، ما بيتأيدش في الخدمة بمجموعة معينة، لكن بيحب الكل وبيخدم الكل. الخادم اللي بصحيح يخدم كل واحد في طريقه. عشان كده بولس الرسول يقولها بمنتهى القوة، صرت لكل كل شيء، صرت لكل كل شيء. طب هدفك ايه؟ لأخلص على كل حال قوم. انا شغال مع الكل، انا ماليش فئة معينة، انا ماليش خاصة معينة، صرت لكل كل شيء لأخلص على كل حال قوم. من اجمل الاناجيل إنجيل الراعي الصالح. أما نفتح إنجيل الراعي الصالح في يوحنا 10 ونشوف عدد 11، يقول لنا أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتني تعرفني. بردك في حسقيال يقول أنا أرعى غنمي وأربضها، وأطلب الضال وأسترد المطرود، وأجبر الكثير وأعصب الجريح. داود النبي حس بنفس المشاعر، يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. الخادم اللي فعلا قلبه واكله وهو خادم بصحيح من جوه، ما يهداش ابدا لحد ما يوصل الناس لربنا. الخادم مش خادم فصل مدارس احد، الخادم معروف دايما انه الخادم خادم اينما وجد، في اي مكان هو خادم، في اي حته.
ما فيش واحد يقول لي أنا كنت زمان خادم، أنا كنت زمان شماس. ما ينفعش، ما ينفعش واحد يقول لي أنا كنت زمان شماس. لا، أنت شماس. ما ينفعش إن أنا أقول أنا خادم في مدارس الأحد، يوم الحد بخدم ساعة أطفال مدارس الأحد، يوم ما يصادفني شاب أو شاب أو حد يعني كبير أنا ما كلموش بكلمة ربنا، لأن أنا شغلتي year 5 year 6 year 2 هي دي خدمتي، لكن أنا ما بخدمش كبار. لكن الخادم اتعلمنا إنه خادم أينما وجد. فالخادم يعني قلبه يأكله، زي ما بيقول داود النبي: غيرة بيتك أكلتني. يبقى واحد كده يعني في نار مولعة من جوه، نار مولعة. أرمية في يوم من الأيام ربنا قال له اتكلم، فقال له أنا مش متكلم. اتكلم، قال له لا لن أتكلم لأني ولد. فربنا قال له لا تتكلم، أن ما تقولش إنك ولد، لأني حيثما أرسلتك تذهب وبما أمرك به تتكلم، ما تقولش إنك ولد. فقعد ساكت. فيقول بعد كده، بعد ما سكت شوية، يقول: فكانت كلماته كنار المحرقة محصورة بين عظامي، لم أستطع الإمساك وتكلمت. حاجة بتاكله، حاجة بتاكله من جوه. الخادم كده، الخادم يحس فيه جواه نار المحرقة دي، يعني ما بتطفيش، نار محرقة، فهي جواه مولعة من جواه. بيقول: محصورة بين عظامي لم أستطع الإمساك وتكلمت. فالخادم مولع من جوه، مشتعل. عشان كده بولس الرسول يقول: من يعصر وأنا لا ألتهب. أنا في جوايا نار، أنا ناري مشتعلة في الداخل. خلي بالكم، ما تفتكروش ان احنا لو كنا بنخدم ربنا يعني معتمد علينا، واذا احنا بطلنا خدمة الدنيا دي هتتلخبط. الخدم يشعر، يقول لي لولا الخدمة الناس يبقوا، طب ازاي يعرفوا ربنا، وازاي الناس يتحولوا، والناس ازاي الناس يتوبوا. لا لا، الحقيقة ان ربنا قادر يحول العالم كله لقديسين بدون خدام. ربنا يقدر يحول العالم بدون خادم واحد ولوحده. قولوا لي الطفل يوحنا اما وصلوا بقى يوحنا المعمدان، مين اللي تلمذه؟ جيبوا لي اسم المعلم اللي علم الطفل يوحنا لحد ما بقى يوحنا المعمدان، اللي حافظ الوصايا والناموس ويقف قدام الناس يتوبهم، ويقف قدام هيرودس يقول له لا يحل لك، يعني عارف الزيجات المحرمة والزيجات المحللة. مين كان معلمه؟ مين اللي تلمذه؟ ومين اللي كان مرشد لموسى النبي 40 سنة في البرية لحد ما جال بني إسرائيل؟ مين اللي أرشده ومين اللي وصله؟ طب ومين اللي اشتغل مع الأنبا بولا أول السواح لما كان في البرية 80 سنة لم يرى فيها الأنبا بولا وجه إنسان، حتى ما جاله الأنبا أنطونيوس يشوف ملايكة طلعة وملايكة نازلة؟ إيه ده؟ وما شافوا يقول أنا ما شفتش، يعني أنا شفت ملائكة أرضيين أو بشر سمائيين في شخص الأنبا بولا. يقول شفت إنسان لا تستحق الأرض وطئة قدميه. طب مين اللي كان معاه؟ مين اللي رافقه طول السنين دي؟ الخادم مفروض إن صلواته ما بتتقطعش. الخادم إذا كان بيوصي بالصلاة، فزي ما بيقول الكتاب: أما أنا فصلاة، أنا صلاة. ده الخادم ما عندوش وقت عشان يضيف حاجات غير مثمرة. لا، الخادم عايش حياة الصلاة. أما بكلم واحد عن الصلاة أنا اختبرتها، وأما يجي واحد يكلمني عن مستوى وصل لي في الصلاة أنا اختبرته. ألاقي واحد من ولادي حافظ ومتعلم، أنا أقول له وأبقى فرحان بالمستوى اللي هو فيه لأني عشته. أما أكلم واحد عن الصلاة بالمزامير فأنا اختبرته وبصليها كل يوم وحاسس بيها ومستطعمها. لكن إذا كان واحد يجيني ويكلمني وأنا مش مختبر، هيبقى كلامي ضعيف. كلامي ده مش يعني عايز أقول
ما يتعداش الحدود اللي بيني وبينه، ما يوصلش بعد كده. ممكن يقول لي يعني أنا مقتنع بكلامك لكن أنا مش قادر أعمله، لأن أنا ما اختبرتش فمش مديله القوة على أنه ينفذ الكلام ده. طبعا الخدمة دي أساسا عمل الملائكة. أما واحد خادم ده ملاك، عشان كده في سفر الرؤية يقولوا على الأسقف أن هم ملائكة الكنائس والخادم ملاك. عشان كده يقول الكتاب أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين. فالملاك مرسل، كلمة ملاك يعني مرسل، فالخادم ده مرسل. فربنا يقول لأرمية اللي أنا حرسلك لي تذهب وبكل ما أمرك به تتكلم. الخادم مرسل، فالخادم ملاك، فالخادم بيوصل الرسالة. طب عملي إيه؟ إن أنا وصل كلام ربنا، إن أنا ما فيش حاجة من عندي أقولها. أما يشوفني ولادي يشوفوني خادم، المكان اللي يشوفوني فيه إن أنا خادم، يشوفوني في القداس واقف بصلي لأنه بيتعلموا مني قدوة. الخادم لازم يكون نموذج. إذا دخلت القداس مش من أجل، يعني مش مظهرة، لكن من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين. لازم يشوفني إن أنا واقف بخشوع، لازم يشوف فيا صورة حلوة عشان يتعلمها ويقتدي بيها مفروض. لكن أنا ما أهمل وما أهتمش وأقول أصل أنا يوم الحد أنا ما بهتمش قوي لأن أنا عندي قداس تاني. طب واللي بيتعلم منك ده مصيره إيه؟ واللي عمال يبص للخادم ده أحيانا بيدخلوا الكنيسة يبصوا للخادم ويقلدوه. إذا لقوا الخادم شماس الولد يجيب التونية معاه، أصل هلبس معاه لأن أنا بحبه، فبحب الخادم ده أستاذي أو الخادمة دي، فأنا حاجي أعمل زيها بالظبط. فإحنا لازم نعمل حسابنا زي ما بيقول الكتاب أننا صرنا منظرا للناس وللملائكة. مهم قوي أن أنا بخدم. بولس الرسول أما بيتكلم بيقول أن أنا يعني بخدم رغم أن بيجيني الصيت الحسن والصيت الرديء، لكن أنا بخدم. طب أنت بتخدم ليه؟ يقول لأن الخدمة دي دين علي. أنا الكنيسة دي ربتني، الكنيسة دي طلعتني، الكنيسة دي عرفتني طريق ربنا، الكنيسة دي علمتني القداسة، الكنيسة دي أنا مديون ليها. الدم اللي بيجري في عروقي من الكنيسة دي، كل ثمر حلو أنا من الكنيسة واخده. فأنا حاسس أن للكنيسة القبطية عليا دين وأنا بوفيه، فأنا الدين اللي بوفيه بخدم ولاد ربنا في الكنيسة، بحاول أوصلهم للشيء اللي أنا تعلمته، بحببهم في ربنا، بحببهم في الكنيسة. فبشعر أن الخدمة دي في الكنيسة دين عليا وأنا بوفيه. كل إنسان بيقدر أنه يخدم، لكن كل إنسان بيخدم بحسب موهبته. ممكن واحد صحيح يكون خادم في مدارس الأحد لكن عنده موهبة حلوة قوي في خدمة المذبح، عنده موهبة في خدمة الشماسية. واحد عنده موهبة في الافتقاد، افتقاد ده أساسي، مفيش خدمة بدون افتقاد. وده من كلام المسيح نفسه لين. المسيح ما اكتفاش بأنه هو الجموع تجيله، لكن كان بيروح لناس لحد عندهم ويفتقدهم. طب رب مش محتاج؟ لا، يقول في خدمة فردية وفي خدمة جماعية. فأنا بشوف واحد يقدر يعلم، واحد يقدر يفتقد، واحد له موهبة خدمة الشماسية، لكن الخدمة دي دين، الخدمة واجب عليا لازم بأديه، الخدمة دي أمانة، الخدمة دي وزنة، الخدمة دي مسؤولية. فما نفتكرش ان احنا مجرد ان احنا تسمينا خدام هناخد اكليل في السماء. لا، ما نعرفش الحساب هيكون ازاي. ربنا يرحمنا. صحيح، لان كل انسان دي مسؤولية. اللي عايش لوحده مسؤول عن خلاص نفسه، اللي معاه ولاد مسؤول عن ولاده، اللي معاه خدمة في كنيسة مسؤول عن خدمته في الكنيسة.
فكل واحد عليه مسؤولية، وكل ما بتزيد المسؤولية بقف قدام ربنا أقول له أنا ذوي الأولاد الذين أعطي مسؤولية. ما تفتكروش أنا عايز أقول إذا كنت خادم كل واحد يقابلني. طب واحد قابلني ولقيته بعيد عن ربنا، أحيانا الواحد أقابل واحد وأسلم عليه وبعد ما أسيبه في شارع أسلم عليه وأمشي أقول يا ريتني سألته أنت تليفونك إيه، أنا بقالي كتير ما شفتش فلان ده، وبتمنى أن ألف بالعربية ولاقيه واقف تاني في مكان. طب ما أنا هتحاسب رغم أن أنا قابلته بالصدفة. طب ممكن أقابله في ظرف عزة أو أقابله في وقت فرح أو أيا كان، وأنا ما أقابله أقول ده ربنا بعته قدامي النهاردة علشان أسأل عليه، ويمكن ما قابلوش بعد كده تاني، ويمكن يعد بس مجرد ان اخد تليفونه او اعرف مكانه واسال عليه. طب مسؤوليه قدام ربنا، طب ربنا هيجي يسالني، ويمكن الشخص ده ما قابلهوش مره تانيه، ويمكن الشخص ده يضيع، ويمكن الشخص ده يروح مكان تاني. انا لازم امام ربنا ان انا اساله، فده امر جوه القلب، مش اروح حفله واقابل ناس كتير وعدد كبير قوي ما بيجيش الكنيسه وانا مش عليا الموضوع ده، انا جاي في مناسبه حفله مش خدمه. فواحد يقول انا مش بخدم السن ده، وواحد تاني يقول المناسبه مش هي كده. لا، الانسان يخدم في اي وقت، اي وقت. بولس الرسول يقول في كل مكان وفي اي وقت احنا خدام المسيح، نظهر انفسنا كخدام لله في كل حاجه. اياكم ان كنتوا تقولوا مش وقت خدمه، لان في وقت مناسب وغير مناسب، يقول بولس الرسول. ممكن انك انت تقابل واحد في ظرف عزة وهو ده انسب وقت انك تتكلم معاه، انسب وقت. ممكن تقابل واحد في الشارع يبقى انسب وقت. وكتير ما نتصل بواحد وما نتصل بيه يقول ده انت ربنا اللي بعتك تكلمني دلوقتي، ده انا كنت محتاج. بتحصل معنا كلنا، ونبص نلاقي ايه ده، طب انا لو ما اتصلتش، وممكن الاقي الشخص ده جه الكنيسه وتغيرت حياته، ايه الموضوع؟ طب لو ما كناش اتصلنا كان حصل ايه؟ اهتموا بالنقط دي، اهتموا. ده لو فعلا وجد في الكنيسه ناس قلبهم مولع ملتهب زي ما بيقول بولس الرسول تغير الكنيسه كلها. مش شرط انا لو ابتديت بنفسي واللي جنبي عمل كده واللي ورايا وكل واحد مننا ابتدى يتغير ويخدم بالشكل ده، الكنيسه كلها هتتغير. اللي انا بقابلهم بصفه دايمه وعمري ما قلت لهم بتيجوا الكنيسه ولا لا، اذا كنت انا شغال في مكان وعندي عمال في المكان، او اذا كنت بشتغل في مكان وببيع واشتري وناس بيدخلوا علي، طب انا بسال عليهم بكلمهم؟ اللي ما بشوفوش بقول له انت فين ولا لا خلاص انا مش شغلتي، انا في بيزنس ماليش علاقه بالكلام ده. خدوا بالكم المواضيع دي مهمه قوي، وحنيجي قدام ربنا في يوم يقول لك انا عملتك خادم، انت خدمت كنت امين وقتك. طب انا يمكن ما بقدرش اخدم خدمه كبيره في الكنيسه، لكن انا اذا وسعت خدمتي بان انا اسال على الناس اللي ما بيجوش دي خدمه. يا ريت كلام بولس الرسول ده يكون لينا ويكون مؤثر علشان ننظر للخدمه من زاويه تانيه غير الزاوية اللي بننظر منها إنها خدمة محدودة وتتعلق بس بفصل مدارس أحد. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.